بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي تلاميذ السنة الرابعة متوسط، معكم الأستاذ وسيم حلاسة ودرس من دروس مادة العلوم الفيزيائية. في هذا الدرس سوف نتناول النواقل والعوازل الكهربائية. بعد أن تناولنا أعزائي المتعلمين طرق التكهرب وبنية الذرة، ثم فسرنا طرق التكهرب انطلاقا من بنية الذرة، في هذا الدرس سوف نشرح مع بعض ما هو الفرق بين النواقل والعوازل الكهربائية. لذلك سوف نقوم بتجربتين بسيطتين، هاتين التجربتين تشملان نواس كهربائي. إذن لاحظ جيدا في الصورة الأولى والصورة الثانية هناك نواس كهربائي يتكون من حامل وخيط ثم ورقة ألمنيوم. في التجربة الأولى سوف نحضر قضيب نحاسي، كما سبق وعرفنا في السنة الأولى والثانية وحتى الثالثة أن قضيب النحاسي هو ناقل للتيار الكهربائي. نضعه فوق جسم عازل ثم نقوم بلمسه بقصيبة مشروبات مدلوكة. كما تعلمون أن قصيبة المشروبات هي مصنوعة من البلاستيك ومدلوكة، أي تحمل شحنة كهربائية، ونوع الشحنة هو شحنة سالبة. الآن عند ملامستها لهذا القضيب النحاسي نلاحظ أنه بعد مدة زمنية بسيطة تتنافر ورقة الألمنيوم وتبتعد عن الطرف الثاني للقضيب النحاسي. كما تعلمون أن القضيب النحاسي قد لامس من طرفه الأول القصيبة المدلوكة ومن طرفه الثاني كان ملامسا لورقة الألمنيوم فحدث التنافر، وسوف نفسر هذا في النقطة الموالية. لاحظ جيدا أيضا في التجربة الثانية قلنا أن هناك نواس كهربائي، لكن في هذه المرة ورقة الألمنيوم تلمس مسطرة بلاستيكية، والبلاستيك كما أيضا سبق وتعرفنا عليه في السنوات الماضية أنه عازل كهربائي، أي يمنع مرور التيار الكهربائي. ثم نلمس من طرفه الآخر قصيبة مشروبات مدلوكة بنفس الطريقة، أي أنها تحمل شحنة سالبة. إذن لاحظ جيدا بعد مدة زمنية لا يحدث شيء، أي ورقة الألمنيوم تبقى ملتصقة، إذن لم يتغير أي شيء من الناحية الكهربائية لكل من ورقة الألمنيوم والمسطرة البلاستيكية في هذا الطرف. الآن من أجل تفسير ما حدث في هذا التجربتين، لاحظ جيدا عزيزي المتعلم، قلنا أن القصيبة تحمل شحنة سالبة، والقضيب النحاسي بملامسة هذا القصيبة قد انتقلت عبره هذا الإلكترونات، هذا الشحنات الكهربائية السالبة، وانتقلت أيضا بدورها إلى ورقة الألمنيوم. إذن في التجربة الأولى وجدنا أن ورقة الألمنيوم لما كانت ملامسة، إذن لاحظ جيدا ماذا حدث لها، اكتسبت شحنة سالبة. هذا الشحنة السالبة والشحنة السالبة التي تحصل عليها الطرف الثاني لهذا القضيب النحاسي هما شحنتان متماثلتان فحدث التنافر. أما فيما يخص الحالة الثانية فقصيبة المشروبات المدلوكة تحمل شحنة سالبة، لكن هذه الشحنة السالبة لا تنتقل عبر هذا المسطرة البلاستيكية، وورقة الألمنيوم تبقى متعادلة، إذن لا يحدث شيء لورقة الألمنيوم وتبقى ساكنة. إذن هنا نستنتج أن الأجسام الناقلة للتيار الكهربائي سمحت بانتقال الشحنات عبر ذراتها، أما الأجسام التي تمنع مرور التيار الكهربائي والعازلة فهي تمنع مرور الشحنات الكهربائية عبرها. ونلخص هذا في هذا التلخيص الذي يجب أن تحفظه عزيزي المتعلم، النواقل الكهربائية هي الأجسام التي تسمح بمرور أو بانتقال الإلكترونات عبرها من ذرة إلى ذرة أخرى، مثل النحاس، الحديد، وما إلى ذلك من المعادن. أما العوازل الكهربائية هي الأجسام التي تمنع مرور الإلكترونات عبرها، مثل الخشب، البلاستيك، وما إلى ذلك. إذن لاحظ جيدا عزيزي المتعلم، هذا فيما يخص تعريف النواقل الكهربائية والعوازل الكهربائية انطلاقا من مفهوم انتقال الإلكترونات والشحنات الكهربائية. إذن هو درس بسيط، أتمنى أعزائي المتعلمين أنكم قد استوعبتموها. إذا وجدتم أي إشكال يمكنكم إعادة هذه المقاطع عدة مرات حتى تتثبت المعلومة. أستودعكم الله والسلام عليكم.